طيب سيد رامي، يعني لأنك بعيد عن الطرف التركي، بعيد عن الطرف الإيراني والسوري، أنا أريد منك توصيف للحالة الآن. كل ما يجري يقول بعض المحللين بأنه الموضوع هو عملية ضغط على الرئيس السوري بشار الأسد قبل عملية التطبيع مع تركيا، وتحديدا فيما يخص مناطق الشمال. والآن إذا ممكن هذه يعني هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابيا بأنها تتقدم إلى دمشق وفق الأوامر أو المعطيات حسب المعطيات الدولية، طيب هل هناك توجه دولي مثلا لإسقاط الحكومة السورية الآن، إزاحة الرئيس بشار الأسد من على كرسيه مثلا؟ هل هذا وارد بعد كل التطورات السريعة التي نشهدها؟ كإجابة مباشرة لا، ليس هنالك من توجه لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الدولي لإسقاط النظام السوري ولإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن هنالك توجه دولي لإبعاد إيران، للضغط على إيران لتقديم أظافر إيران. إيران خلال الفترة الماضية كانت معرقلة لكثير من التفاهمات الموجودة في المنطقة، كما تعلمين في اجتماع عمان الشهير الذي من خلاله عادت سوريا إلى الجامعة العربية، كان هنالك مجموعة من الخطوات وما سمي في ذلك الحين برنامج الخطوة خطوة، دعي النظام السوري ودعيت الحكومة السورية للانسجام والاستجابة لهذا البرنامج، منها بدء تطبيق القرار 2254 للجنة الدستورية، تقليم أظافر الميليشيات الموجودة على الأرض، توحيد السلاح، وقف تصدير المخدرات، كل هذه عوامل. من وقف بالضد من تطبيق هذه القرار ليس هو الحكومة السورية، بالعكس الحكومة السورية كانت ترغب بذلك لأن ذلك سوف يؤدي إلى إدماج سوريا في المحيط العربي، ولكن إيران هي التي وقفت بالضد من ذلك. الأكثر من ذلك والأهم من ذلك أن إيران تريد تحويل سوريا إلى قاعدة لتطبيق سياستها الإقليمية، ترى بأن سوريا وسطة العقد ما بين حزب الله في لبنان والميليشيات التابعة لها في العراق وصولا إلى طهران، وبالتالي هي حريصة على تحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية لنفوذها وقاعدة متقدمة لمواجهة إسرائيل ومواجهة الأطراف المعادية لها كما ترى، وبالتالي هذا الأمر مرفوض دوليا، مرفوض سوريا، وحتى الحكومة السورية وإن كانت لا تستطيع لا تملك يعني من أمرها شيء في مواجهة إيران بسبب تغلب إيران في كثير صدى عبال يوصلك صوتي، بس مين اللي سمح لإيران أساسا بأنه يدخل؟ ما العالم العربي أو يعني المجتمع الدولي تخلى عن سوريا عندما غزاها المتطرفون يعني في الفترة السابقة. الآن سؤالي، إذا كان هذا هو التوجه فعلا، إزاحة إيران من المشهد في سوريا، من سيحل مكان إيران؟ التنظيمات المتطرفة؟ هيئة تحرير الشام؟ أولا الحقيقة أنا أتفق معك وأوافق تماما على أن الإسلام السياسي برمته هو يعتبر من التنظيمات المتطرفة، وأن وجوده هو خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها كما على سوريا، ولكن الأطراف الأخرى ليست أقل أو ليست أفضل إذا شئت، زينبيون وفاطميون وحزب الله وحزب العمال الكردستاني وهذه التنظيمات التي كل طرف موجود على الأرض السورية هو لديه مجموعة إرهابية ومصنفة إرهابيا سواء لدى دول المنطقة أو على المستوى الدولي، وبالتالي إذا كانت جبهة النصرة هي تنظيم إرهابي وأنا أتفق مع ذلك، هل حزب الله هو نادي للعب الجولف مثلا على سبيل المثال؟ ألم يوجد على الساحة السورية؟ أليس لديه أيديولوجية متطرفة للغاية أيضا ويريد تطبيق أيديولوجيته على الساحة السورية؟ وبالتالي الحقيقة فيما يتعلق بالمتطرفين، المتطرفين حاليا موجودين عمليا على الأراضي السورية، كل يتبع يعني لدولة الإخوان معينة. سيحلون في سوريا هذا الحرب ضد الإرهاب المعلن هو عمليا لتحقيق أجندات سياسية. أيوة طيب أنا أبغى منك إجابة على هذا السؤال قبل أن ننتقل إلى الجانب الإيراني، يعني الآن هل ممكن في المرحلة المقبلة سيكون تنظيم الإخوان، لأنه في تحركات يعني بحق تنظيم الإخوان في الفترة السابقة في بعض الدول، يعني محاولة إعادة دمجهم في المجتمع، هم لم يصنفون أنا أتحدث تحديدا عن تنظيم الإخوان، لم يصنفون على أنهم جماعة إرهابية من المجتمع الدولي، فهي ورقة الآن يتم المناورة بها، هل ستبدأ هذه المناورة في سوريا؟ أعطيني إجابة مختصرة قبل أن أذهب إلى التقرير لو سمحت. من الصعب جدا اعطاء اجابه مختصره، ولكن على الاقل باعتقادي تنظيم الاخوان ليس موجود بسوريا، تنظيم الاخوان المعروف التقليدي لانه تم تجفيفه من الحياه السياسيه اعتبارا من العام 83، لكن نعم. بالنسبه للتنظيمات الارهابيه المتطرفه الاخرى نعم هي موجوده، ولكن هذا نتاج الواقع المتردي والمتهالك الموجود والمهلهل الموجود في سوريا الذي انتج كل هذه التنظيمات الارهابيه.